شوف وافقت في التعيين بتاع جاريلو اذا تتوال ولا مازال بكري باش تحكم. كاسم اني بيدي كي شفت السي في نتاعو كي شفت اسمه نقول لك فرحت القدوم النجم هذا الساحلي بكل صدق. علاش ما بقيتش معاك يا مساعد والا خرجت من جلباب المساعد تشوف روحك كبرت على البوست هذي؟ با دي تو اني يعني راني خدمت اون تون كونترونور برانسيبال في عده تجارب وجاتني تجارب من بعد ما نخدم اونترونور برانسيبال باش نرجع ادجوان ما عنديش حتى كومبلكس ما عنديش المركب هذا بالمركب هذا بالكل. والله الكورونا ما تعديش بالكدا بيناتنا من نهار الاول. واش حكيتوا؟ من اول اي جوستومون. فيش في شنو مثلا؟ شوف نهار اللي جاي لونترونور لا في كلمني سيريدا شد امورنا واضحه اني سامع الانفورماسيون الدور كلمني سيريدا قال لي رفيق باش نجيب اونترونور اخر وراك انت تي مون برومي شوا. اللي نحيي سيريدا اذا كانوا عنده حاجه يلوب عليا في كلامي مش صحيح ينجم يتصل ما عنديش حتى مشكل. قال لي مي تي مون برومي شوا وهذا اونترونور باش يجي معاه بريباراتور فيزيك معاه ادجوان وانت باش تكون لو برومي اسيستون. قلت له بارك الله فيك سيريدا يعطيك الصحه على الثقه ونشوف لونترونور نقعد معاه بوتيتر هو يقول لك لا رفيق كما اني نجم نقول لك لا ما نجمش نفهم معاه قاطع معاه من حقي. وسيريدا إلا بيان بريسيزي باش تسمع اي انفورماسيون تاخذها كان مني فوالا. ما قعدتش مع المدرب من غدوه جاء المدرب بديت الحصه التمارين نتاعي حتى حد ما علمني كان المدرب باش يعمل حصه التمارين. مازال فك الاجراءات الاداريه وما نعرفش شنو. مع بعد نصف ساعه من انطلاق الحصه علموني كونه المدرب كونه رجع ما يحب يشوفني. خرجت من التيران مشيت شفت سيريدا قال لي علاش بديت الماتش نسيت لونترمون وكذا فهمت لونترونور يحب يريني قلت له كان موجود نجم يجي با بروبليم ما نعرفش اني حتى حد ما علمني كونه ما يزيدش نبدا الحصه هذه الاشكاليه. لونترونور ما عجبتوش خذاها في دوغري اخرى ومشيت سلمت عليه ومعناتها رحبت به وتمنيت له النجاح والبيانفوني في النجم الرياضي الساحلي. من بعد حكاه هو رجع معايا وشاف كونه معناتها الكونتاكت ما تعداش بالكدا بيني وبينه وشاف كونه باش يختار حد اخر كمساعد وهذه حاجه نحترمها.